سؤال جاءنا من تونس، أحد إخواننا يسأل فيقول: ما حكم شراء مركبات أكسجين من أموال الزكاة في ظل انتشار جائحة كورونا في تونس؟ أرجو إيضاح المسألة. جمعت تبرعات الناس ومنهم من أعطاني زكاة مالي. الجائحة خطيرة في تونس التي أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميا في عدد الحالات المصابة وعدد الوفيات حسب عدد السكان. نقول أحبتي في الله، أما شراء هذه من أموال الصدقات العامة فهذا متفق على مشروعيته، ونرجو أن يؤجر أصحابه بإذن الله. أما أموال الزكوات ينبغي أن تخص بإغاثة الفقراء والمساكين ممن لا يستطيعون أن يداووا أنفسهم من خلال المستشفيات العامة أو الخاصة، ممن يحتاجون إلى رعاية خاصة لا يقدرون على تكاليفها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين لإقامة حاجاتهم الأساسية، طعاما وشرابا وكساء ودواء وإيواء، الحاجات الأساسية التي لا بديل منها ولا غنى عنها. أما الأغنياء القادرون على الإنفاق على أنفسهم في توفير هذه الحاجات الأساسية فلا ينفق عليهم من أموال الزكاة. هذا هو الإطار العام الذي يحكم هذه المسألة. ثم يحال إلى علماء البلد الذي ورد منه السؤال تطبيق هذا الكلام محليا. هذا هو الإطار العام، تلك هي القاعدة العامة. من الصدقات العامة لا حرج، من الزكوات لابد أن تخصص هذه للمرضى من الفقراء والمساكين، أما إلحاق غيرهم بهم فهذا يحتاج إلى تقدير الحالة من خلال العلماء المحليين الذين قد يقدرون ذلك فيترك الأمر إليهم.